يقول فضيلة الشيخ: بماذا تنصحنا في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن وانتشر أهل البدع وموت العلماء؟ أنصحكم أول شيء بتقوى الله سبحانه وتعالى والإكثار من الدعاء، أن يثبتنا الله وإياكم على الدين، وأن يقينا وإياكم شر الفتن. ثم ننصحكم بطلب العلم، طلب العلم على أهل العلم، والحرص على طلب العلم، فإنه لا يقي من الفتن بإذن الله إلا العلم الصحيح. أما إذا لم يكن عندك علم صحيح فربما تقع في الفتن وأنت لا تدري ولا تعلم أنها فتن. عليكم بطلب العلم على أهل العلم، ولا تتكاسلوا عن طلب العلم مهما أمكنكم ذلك. نعم.